ايه قصه ميكا بايروس؟ هو احنا عشان قسم هندسه الانتاج والقسم الميكانيكي، وده كان مشروع التخرج بتاعنا، فكان الهدف منه ان احنا نحقق مجموعه من الاهداف. الهدف الاولاني ده طبعا لازم يكون ليه علاقه بالقسم بتاعنا اللي هو التصميم الميكانيكي. تاني هدف ان احنا كنا عايزين النموذج ده، المشروع ما كانش مجرد بروتوتايب، لا ده كان يبقى حاجه تقدر تشتغل في الواقع. يعني المشروع بتاعنا يعني مش بس مجرد حاجه نظري، فكره، لا انا لازم اطبقها على ارض الواقع. ومش مش بس بروتوتايب، يعني ممكن مثلا حاجه نموذج ويتركن، لا ده المشروع بتاعنا الحمد لله نفذناه بشكل ان هو يقدر يشتغل في الواقع، ينزل ويشتغل ويتعامل عادي مفيش اي مشكله. كان في هدف برضو ان هو يفيد المجتمع بتاعنا، فكنا درسنا وعملنا احصائيات، لقينا ان مثلا في خسائر حوالي 1.2 مليار جنيه في 2022. عملنا شويه احصائيات فلقينا لا، مجال الفاير فايتنج محتاجين ان احنا نطور منه. الفاير فايتنج اللي هو مواجهه الحرائق بالظبط. فتاني برضو حاجه اللي هو احنا كنا عايزين برضو مجال الروبوتكس نشتغل فيه، لان احنا برضو احنا بنعمل احصائيات او بندرس، لقينا ان بس خلال الخمس سنين اللي فاتوا او في السنين اللي فاتوا او السنين اللي جايه، لقينا مجال الروبوتكس بدا يستبدل العامل البشري في المجالات اللي فيها خطوره او فيها بتحتاج مجهود بدني كبير. فالروبوت مجال الروبوتات في الفتره الجايه هيتم تطويره في حوالين العالم، فاحنا لازم نطور من مجال الروبوتكس في مصر بحيث ان احنا نواكب التطور ده. واحنا عندنا تاريخ ما شاء الله في مسابقات كتيره جدا، وعندنا برضو خبره في مجال الروبوتس بشكل كبير متعاقبه، يعني جيل بعد جيل بيضيف اضافات جديده عليه.